بل هي في الأمم الأخرى من الحيوانات وغيرها. بل مثلا النحل لا يقيم خليته إلا بعمل جماعي، والنمل لا يقيم قريته إلا بعمل جماعي، والطير والجراد وسائر وحتى المخلوقات. البهائم، نعم سائر المخلوقات. طيب انا وهذه دعني بس، الفطرة أيضا غير مختصة بالمسلمين، بل هي موجودة حتى لدى الكافرين. فالأفوه الأودي وقد مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام، لا يصلح يقول: لا القوم، يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة، ولا عمود إذا لم ترسى أوتاد. والحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنه كان مشركا يوم بدر، وجاء مع أخيه أبي جهل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هرب، فهجاه حسان بن ثابت فقال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من جر الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم، ونجا برأس طمرة ولجام. فعابه. فأجابه الحارث فقال: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل، ولا يضر عدوي مشهدي، ففررت منهم ولا أحبة فيهم، وطمعا لهم بلقاء يوم مفسد. فهو بفطرته لا بوحي ولا بعلم عرف أن الفرد لا يستطيع أن يفعل شيئا، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل. أقتل ولا يضر عدوي مشهدي، ففررت منهم ولا أحبة فيهم، طمعا لهم بلقاء يوم مفسد. وهذه الفكرة هي التي رسخها عبد الملك بن مروان في وصيته لأولاده، في قوله: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش، أيدي عزت فلم تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبددين.